بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وحضراتكم بنعمه وبركه، بقاء بركه وشفاعه من الطاهره البتول مرت مريم، وبركه صلوات الاباء الكهنه. وربنا يعطينا نعمه لسماع صوت الله المرشد لحياتنا، ونتناول بعض القراءات، بعض الآيات من الكتاب المقدس، سفر التكوين صح الأول. يقول في البدء خلق الله السماوات والأرض، كانت الأرض خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. وقال الله ليكن نور، فكان نور. ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة. وفصل الله بين النور والظلمة. نقرأ برضو جزء من سفر أشعياء، آيتين برضو، أشعياء 59 آية الأولى والثانية، بيقولها أن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص، ولم تثقل أذنيه عن أن تسمع، بل أسامكم صارت فاصلة، بل أسامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. وآيتين تاني من سفر عزرا صح العاشر، آية 10 و11، يقول فقام عزرا الكاهن وقال لهم أنكم قد خنتم واتخذتم نساء غريبة لتزيدوا على اسم إسرائيل، فاعترفوا الآن للرب إله أبائكم واعملوا مرضته، وانفصلوا عن شعوب الأرض وعن النساء الغريبة. يمكن الأجزاء اللي اختيرت، ثلاث أجزاء دول، فيهم كلمة مهمة جداً، كلمة الفصل، فصل الله. عشان كده بنعمة ربنا عنوان موضوعنا النهاردة، عنوانه اسمه عايزين نفصل. عايزين نفصل. حياة الإنسان ما يكونش فيها اختلاط بين الحياة العالم وبين الروحيات وبين الفصل ده موضوع واضح جدا في الكتاب المقدس من بداية الخليقة، من بداية الخليقة لغاية يوم الدينونة. كل حاجة في حياتنا، كل حاجة في حياتنا ممكن يحصل فيها ازدواج، لكن ربنا بيطالب باستمرار موضوع الفصل. حتى حياة الإنسان بتجمع بين أمرين، الداخل والخارج، بين الشكل الخارجي والأمور الخارجية اللي هي بتحيط بالإنسان، وبين التكوين الداخلي للإنسان. عشان كده ممكن تلاقي واحد من بره شكل ومن جوه شكل تاني. وربنا هيعلمنا ازاي نفصل بين الامور دي في حياتنا، وده الدور اللي بنعمله في رحلة الحياة كلها. الانسان دوره الرئيسي يقوم بعملية الفصل دي في كل ما يخص حياته. عشان كده هنعبر على 4 مراحل هنشوف فيها موضوع الفصل ده، وموجود في الكتاب المقدس ويمس حياتنا، ولا الحياة بتمشي زي ما تمشي، وزي ما بعض الناس ما كله عايش كده وكله بيعمل كده، وانا ما بغلط غصب عني، وانا الصورة المهتزة دي لحياة الانسان ربنا مش بيحبها، لأن من بداية الخليقة وربنا بيقوم بعملية الفصل. عشان كده هناخد الفصل في 4 جوانب.
الفصل الأول تم في الخليقة، والفصل الثاني اللي هنعبر عليه في الإنسان، والأمر الثالث السماء والأرض، والأمر الرابع في الدينونة. كلنا لما بنقرأ الكتاب في بداية الخليقة وسفر التكوين، قول كانت الأرض خاربة وخالية على وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه، وقال الله ليكن نور فكان نور. وبعدين ربنا عمل ايه؟ وفصل الله بين النور والظلمة. اول فصل تم، فصل بين النور والظلمة، انه خلق الكون كله، لكن بداية انها تظهر الحياة تبتدي يرتب الكون عمل فواصل. مش ممكن يسيب الكون متداخل في بعضه كده بدون نظام وبدون ترتيب وبدون وأوي بيبقى بعشوائية، لا، في فواصل وفي حواجز عشان يدي درس مهم جدا، يدي درس من أول الخليقة. وحتى ربنا لما خلق آدم وحواء برضو وصاهم من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، يوم تأكل منها موتا تموت. كلمة فلا تأكل منها حصل فصل، ربنا خلق وأوجد كل شيء لحواء وآدم جميل وحلو، بس حط من البداية موضوع فصل، قال لهم الشجرة دي ما تقربوش منها. وفي حكم قوي جدا وحكم صدر من الله، اليوم اللي هتاكلوا منها موتا هتموت. إذن ناخد بالنا كويس ان محبة ربنا وطول أناته ومرحمه ده شيء جميل قوي بيتعامل بيه ربنا معانا، لكن مش معنى كده ان حياتنا تبقى متداخلة ببعضها بدون حواجز ودون فواصل وبدون ترتيب ودون نظام. ده ربنا من بداية الخلق وهو حط النظام ده يفصل بين النور والظلمة. وهنتمشي في الكتاب المقدس كله تلاقي الموضوع ده ماشي في كل حاجة، حتى في الأمثلة. الأمثال اللي كان بيعلم بيها السيد المسيح الناس، كل مثل تلاقي فيه فواصل، وكل تعليم في نوع يجيبه الجنب ده وناس يجيبها الجنب التاني، دول سكتهم كذا ودول سكتهم كذا، ده وضعه هيوصل هنا وده وضعه هيوصل هنا، عملية واضحة كل الوضوح. مش هنقدر نتكلم عن الخليقة كتير، لكن اللي يهمنا من الدرجة الأولى نتكلم عن الإنسان. حياة الإنسان فعلا كانت خاربة وخالية من كل شيء صالح، ولن يصلح إلا بروح الله اللي كان بيرف، روح الله اللي بيرف في داخلنا وصنع استنارة داخلية وفصل روح ربنا، زي قصة الخليقة من بدايتها، فصل بين كل ما هو عتيق وخلق إنسان جديد. عشان كده كلنا نقول الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا. فصل الله بين النور النابع من الروح القدس والظلمة الصادرة من الخطية في حياتنا، فصل بينهم. مفيش واحد يقدر يعيش الاثنين مع بعض، ما ينفعش. ما دام الروح ساكن، روح الله ساكن فيا، حياتي استنارت، مفيش مكان للظلم ومكان للخطيه. لا يحدث اتفاق بين النور وايه؟ والظلمه. عشان كده من بدايه الخليقه فصل بينهم، وفي حياتنا ربنا بيفصل بينهم. ربنا باستمرار في تعليمه
طول ما كان ماشي يعلم الناس في الفترة اللي قضاها ربنا في الجسد، كان بيعمل فواصل في الكلام باستمرار وفي التعليم بين الأشرار وبين الأبرار، بين الناس الخطاة وبين القديسين، بين الجهلاء وبين الحكماء. هو ربنا الله ده ربنا جه عشان الكل، ربنا بيحب الكل، كلام مظبوط، بس فصل بين النوع ده والنوع ده، وبين النتيجة بتاع كل صنف من دول وضعه ايه. فصل بين الحكماء والجهلاء في مثل عزارة. الله ده كلهم بيستقبلوك وكلهم معهم مصابيح، ويعني هم التانيين الجهلاء دول يعني العزارة الجاهلات ناقصهم شوية زيت بس يعني، لكن هو المصباح كان في ايديهم وكانوا منتظرينك. لكن اول ما جه العريس ما دخلش العشرة معاه العرس، فصل، دخل العزارة الحاكمات واغلق الباب. يا رب ده انت حنين، ده انت طويل الأناة، ده انت، لكن يقول لك لا، لازم الواحد ياخد باله. أنا الأمثلة اللي بضربها دي عشان الإنسان يتعلم ويذاكر كويس ويفهم كويس إزاي يفصل الأمور في حياته كويس عشان حياته وأبديته، عشان الإنسان ما ياخدش حياته باستخفاف، عشان الإنسان ما ينسقش في طيار العالم ويبقى بيصلي شوية كده على القد ويقول الحمد لله أنا أحسن من غيري، ويعني إيه ما هو لا كلنا بنشعبط في الدنيا، ما هو ده وضع طبيعي. لا، ربنا فصل بين محبة العالم ومحبته. ده قال كلمة جديدة قوي الكتاب، قال محبة العالم عداوة لله، محبة العالم عداوة لله. الله الله الله، يعني أنا اليوم اللي أحب فيه العالم وارتبط بيه بقيت إنسان عدو لله. هي دي كلمة سهل؟ هو ده موقف سهل يعدي عليا كده ببساطة وآخذ الأمور كده أقول ما كلنا عايشين في الدنيا بناكل ونشرب ونشتغل ونروح ونيجي ويومين بنقضيهم؟ لا لا لا، وقف وقف، الموضوع محتاج فصل، فصل واضح. لازم أفصل جوه حياتي وجوه قلبي بين محبة ربنا ومحبة العالم، واختار حاجة. ربنا بيقول لك اختار حاجة واحدة، الاتنين ما ينفعوش مع بعض، ما تحطش أي مبررات، ما تجيبش أي أفكار من عندك، ما تتكلمش بأي أسلوب يتناسب معاك أنت. أنا قلت محبة العالم هتبقى عداوة ليا، عشان كده قال لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. فصل بين من هو معي ومن هو علي، لأن يقول من ليس معي فهو إيه؟ علي. برضو ما فيش حاجة في النص، مش عشان أمشي يومين مع ربنا وبعد شوية أدور ظهر ربنا وأمشي في سكة تانية، ما ينفعش. ارسي على بر، شوف انت عايز تمشي في اي سكة، عايز تمشي في اطار محبة ربنا ولا عايز تبقى تصرفاتي وحياتي ضد ربنا. انا ابقى انا انسان اقف ضد ربنا؟ ده مستحيل. لا مش مستحيل ولا حاجة، احنا كل يوم من اول ما يطلع النهار لاخر اليوم ممكن الاقي حاجات كتيرة قوي فيها أنا مش موجود مع ربنا، فيها بتصرف بذاتي بكبريائي، ما حطيتش الفواصل، ما خليتش حياتي واضحة مع ربنا. عشان كده السيد المسيح بفمه الإلهي
اللي نطق التطويبات هو أيضا بفمه الإلهي نطق الويلات. الله، هو المسيح اتغير؟ المسيح ما اتغيرش، هو أمس واليوم وإلى الأبد. أمال ليه يا رب ليه كده؟ دي التطويبات حلوة قوي كده ومريحة، وهيك يا سلام على الجزء ده ولما نقراه ونتمتع بيه، والكلام الممتع اللي بنسمعه. طب والكلام التاني اللي يخص الويلات، كان في داعي يتقال؟ لازم يتقال عشان يعود الإنسان يفصل بين الحياة الصادقة والحياة اللي مليانة رياء ونفاق. الإنسان المنافق والمرائي يستحق أن يسمع هذه الكلمة: الويل لك يا فلان يا مرائي. ايه ده يا رب؟ ده انت حنين، ده انت رحيم، وانا حنين ورحيم تبقى منافق ومرائي قدامي؟ ما تكونش صادق ليه؟ ما يكونش ليه اتجاهك صح ليه؟ عشان كده فصل السيد المسيح بين التطويبات لمين وبين الويلات لمين. وانت انسان اختار، انت انسان اختار السكة اللي انت عايز تمشي فيها. حتى تكوين الانسان جوانا كلنا الأجهزة اللي بتشتغل جوه داخل هذا الجسد، في العقل وفي القلب وفي الأحشاء وفي والخارج، الشيء الخارج بينا، خارج برانا، البيئة، الظروف المحيطة بينا، الأحداث، الناس، هذا كل ده بره. لكن اللي جوه ده ربنا بيدور عليه قوي. وعايزين كلنا ان دلوقتي بنعمة ربنا ندخل جوه اعماقنا الداخلية ونفصل بينها، افصل بين كل ما هو خارجي. عايزين نترك العالم الخارجي بكل اللي فيه، حتى الناس المحيطة بينا لكش دعوة بيها، طلعها جوه قلبك وجوه تفكيرك، طلعها بره. حتى الأهل، حتى الأقرباء، حتى الزوج، حتى الزوجة، حتى الأولاد، طلع دول بره دلوقتي. تعال نخوض رحلة داخلية في كل ما هو بالداخل. بس خد بالك اللي هيكون معاك في الرحلة دي ربنا بنفسه، ربنا اللي هيخوض معاك الرحلة دي جوه حياتك الداخلية. وربنا ما ينفعش ان انا اكذب عليه في كلمة، ربنا ما ينفعش اخفي عليه امر، ربنا ما ينفعش اتكلم معاه برياء، ما ينفعش. احنا مع بعض كده كبشرة، تعرفش جوه ابونا ده ايه، ولا نعرف جواك ايه. اقول لك كلمتين تقول ابونا ده حلو، ابونا ده كذا، ابونا ده وحش، ابونا ده، تقول زي ما تقول، لكن ما تعرفش الحقيقة ايه. لكن اللي يعرف الحقيقة بتاعتنا من جوه مين؟ ربنا وحده. عشان كده احنا هيدخل ربنا مع كل واحد فينا في رحلة داخلية داخل النفس، ونكون واضحين وصادقين، لأن مشكلتنا الكبيرة قوي ان احنا بنتكلم ونتصرف على مستوى الأمور الخارجية، حتى في التوبة وفي الاعتراف. تملي نركز على الأحداث وعلى الظروف وعلى اللي حصل، وتعمل كذا وقالوا كذا وفلان وفلانة، ويمكن حتى
حتى في توبتنا، حتى في التوبة ما بتكونش نابعة من الداخل. بقى الإنسان يتكلم حاجات خارجية كلها، أنا مخاصم فلانة، أنا مخاصم فلان، أنا فلانة عملت كذا عشان كذا، أنا كذا كذا، كلها حوارات وكلها أمور خارجية. إمتى يجي الوقت أن أنا أفصل وأبص لحياتي الداخلية؟ إزاي أدخل الأجهزة بتاعتي الداخلية وأحط فيها فواصل؟ إزاي أوصل لمرحلة أن أنا أقدر أحكم وأتحكم في نفسي قبل أن يحكم علي؟ إمتى يجي يوم الإصلاح لحياتي الداخلية؟ يوم الإصلاح هو يوم الفصل. يوم الإصلاح لحياتي هو يوم الفصل اللي فيها حط فواصل حقيقية، وهو ده يوم التوبة الحقيقية. تعرفين يعني إيه السماء بتفرح بخاطي واحد يتوب؟ عارفين معناها إيه؟ معناها أن السماء كلها بتفرح يوم انفصال الإنسان عن الخطية، يوم ما ينفصل عن خطية ويتوب توبة داخلية حقيقية، هو ده يوم الفرح في السماء. مش يوم الفرح في السماء ان انا اقول كلمتين قدام ربنا سامحني عشان ومعشان وكلام كده ضعيف بهتان مفوش تفاعل داخلي، مفوش صدق داخلي، مفوش وضوح داخلي. مينفعش، في سهاري كتير حواليا لكن بعيد عن حياتي الداخلية. عشان كده لازم اخد بالي، أخد بالي السماء هتفرح في اليوم اللي أنا هفصل فيه، هفصل حياتي عن الخطية وهقدم توبة حقيقية داخلية من أعماقي من جوه، أقدمها لربنا وربنا يفرح بي قوي في اليوم ده، والسماء كلها تفرح. واليوم اللي هيوجد فيه الله في داخلك هو نفس اليوم اللي هيخرج العالم من داخلك، ما يكربوش على بعض. إذا ما حصلش الفصل دوه زي واحد عايش ما تفرقش، جاي الكنيسة يصلي نصلي، جاي نحضر قداس نحضر قداس، نطلع العالم نعيش زي أهل العالم. الله إيه الحكاية؟ هما فيش فصل في الموضوع ولا إيه؟ هما الاتنين داخلين في بعض. هو يعني المثل زمان اللي يقول ساعة لقلبك وساعة لربك، ما عندناش كده، ما عندناش ساعة لقلبك وساعة لربك، ده الوقت كله لربنا وحياة ربنا. وإذا كان ربنا جوايا يبقى العالم برايا، ما يخشوش مع بعض. إذا كان النور في داخلي يبقى لازم الظلمة تخرج بره، ما يتفقوش مع بعض. النور دخل الظلمة تطلع بره. حتى كده لو نور الكنيسة كده قطع ونيجي بس شمعة صغيرة، أول ما تنور شمعة صغيرة تلاقي الظلمة يجرى لها ايه؟ تهرب، تختفي، لأن النور ظهر. النور لما يظهر لابد أن تختفي الظلمة. عشان كده ما يحصلش اتفاق بينهم. انت جواك ايه؟ جواك نور المسيح، حياتك متنورة بالمسيح، يبقى خلي الظلمة دي مكانها بره، ما تخليش مكان للخطية في قلبك. حرص عن النور في داخلك عشان الظلمة تطرد بره. لو وجدت القداسة في داخل الإنسان تخرج من حياته الدنس والنجاسة، تخرج بره ملهاش مكان. لو اتوجد الخير جوه الإنسان هيخرج الشر بره. لا يغلبنك الشر بل يغلب الشر ايه؟ بالخير.
قلبك خير ولا قلبك بيشتغل على الاثنين، مره خير ومره شر؟ ما ينفعش. اذا دخل قلبك الخير الشر يخرج بره، اذا دخل قلبك الحب تخرج الكراهيه والحقد بره. مفيش يوم تكره حد، مفيش يوم تحقد على حد، اصل قلبك مغمور، مغمور بالحب لله. في فصل، لكن بقى ما اقول اصل فلان عمل معايا كذا وانا غصب عني انا يعني كده قلبي مش مظبوط ناحيته، انا عندي شويه كراهيه، انا فلانه ضايقتني بكلمتين بصراحه انا يعني مش بحبها زي الاول. عارفين المشكله مش في تحبي زي الاول وتحبيش زي الاول، مشكله بتعملي مع الناس ايه الاخطر من كده. الحب طلع من القلب، يعني المسيح خرج بره القلب. طلعت المسيح بره القلب ليه؟ عشان احط شويه كراهيه، شويه حقد؟ يا خساره، يا خساره على ما بيحرصوش على محبه ربنا في قلبهم، ما بيفصلوش. قل له لا يا رب انا هخلي قلبي يشتغل على الحب بس، يعني عليك، اصل انت جوه قلبي وانت المحبه نفسها، فانا عايشه بيك وعايش بيك يا رب. مفيش مكان للكراهية، مفيش مكان للحقد، مفيش كلام أبدا لسيرة أي حد أغلط في حقه، مفيش مكان. القلب مشغول والداخل مشغول بمحبة ربنا. القلب إذا كان موجود مشغول بالسماء يبقى الأرض تطلع بكلها من جوه قلب الإنسان. الناس اللي بتفكر في السماء ومشغولة بيها الأرض ما تشغلهاش، أرض كل اللي فيها دي ما تشغلهاش ولا في بالها ولا في بالها. طب ده احنا عايشين في العالم، عايشين في العالم، لكن العالم ما يعيش ايه؟ ما يعيش جوانا. اوعى حبيبي تعري الداخل وتخلي قلبك ومشاعرك لبره للعالم وشهوات العالم او للناس. خلي داخلك جنه مغلقه، سماء مغلقه، ما يسكنهاش شيء غير الله وحده. وده كلام اتقال زمان قوي، اتقال بدري قوي. تحب الرب الهك ايه؟ من كل، من كل. ما قالش تحب الرب وسكت، قال تحب الرب إلهك من كل قلبك، كل فكرك، كل قدرتك، كل طاقتك، كل إمكانياتك. تجمع داخلك كله يبقى مقصور لمحبة ربنا. عشان كده أحبائي الدرس ده لازم أتعلمه وأعلم نفسي بيه، إن ما يكونش حياتي فيها اختلاط، الأمور ما تختلطش ببعضها، ما اختلطش أبدا بين الحياة الحلوة اللي بعيشها جوه الكنيسة والنعم والبركات اللي أنا باخدها من الكنيسة وبين الحاجات اللي موجودة بره في العالم اللي تضيع مني البركات دي. والصلاة بتاعتنا والكنيسة بتعلمنا نسمع كده في إبصالية الاتنين بنقول ايه؟ فليكن اسم الرب فينا ليضيء علينا في انساننا الداخلي. يا سلام على الكلام الحلو، ليكن اسم الرب فينا ليه؟ ليضيء علينا فين؟ في انساننا الداخلي. ونقول له اغرس فينا قلبا، اغرس فينا يعني خلي حاجه جوه، اغرس فينا قلبا مستقيما لكي نباركك يا رب يسوع. ونقول كمان تجمعي فيا يا كل حواسي لأسبح وأمجد رب يسوع. تجمعي فيا، كله كلام لجوه، كله للواقع الداخلي بتاع الإنسان.
وبتصلي انت كل يوم، وانت بتصلي كل يوم في قطعة باكر ونقول ايه؟ عندما دخل الينا وقت الصباح ايها المسيح الهنا النور الحقيقي، بنقول له ايه؟ فلتشرق فينا الحواس المضيئة والافكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام. شوفوا الجمال، تشرق فينا الحواس المضيئة. شوف الحواس بتاع الواحد لما تبقى منورة، ما دام منورة يعني ما بتعملش حاجة غلط، لا كلمة غلط من اللسان ولا الأذان ولا النظر ولا أي، ما فيش أي حاسة من دول، منورة منورة. ليه؟ أصل النور ربنا أشرق على الحواس بتاعتي فبقت منورة كلها، والأفكار الحاجات اللي جوه دي أفكار نورانية، أفكار منورة. ويا رب ما تسمحش إن الظلمة بتاع آلام الحياة ومواقفها تضيع ده كله. عشان كده السيد المسيح دخل على كل حاجة من دول بالتفصيل، دخل على كل حاجة من دول بالتفصيل. ناخد كده مثلا النظر. العين أساسا رغم ان احنا بنشوفها من بره، فلان عينيه خضراء فلان عينيه زرقاء، ده منظر خارجي، لكن أساسا العين ده حاجة داخلية تستخدم للنظر وتلقط صور، وحسب ما اديها الصور اللي تلقطها. ممكن تكون العين بسيطة وممكن تكون العين ايه؟ شريرة. والسيد المسيح في تعليمه فصل، فصل، مسك كل حاسة فينا وعمل فيها الفصل ده. قال كل واحد يفصل في نظره، ما يخليش نظره يتحرك كده بدون ضوابط، ما ينفعش. إذا كانت العين شريرة ستجعل الجسد كله مظلما، والعين البسيطة تجعل الجسد كله نيرا. وإذا عينك أعصرتك اقلعها والقيها عنك، خير لك أن تدخل السماء أعور من أن تدخل نار جهنم. الله الله الله، إيه ده الموضوع كده؟ الموضوع كده؟ أيوه الموضوع كده. الموضوع أن لازم أنا أعمل فواصل لنظري وأدرب نظر على كده، أن عينيا تكون بسيطة، عينين طاهرة، عينين نقية. طب ما أنا غصب عني، ما أنا مش، ما فيش، ما تلقطش صورة وحشة. ما هي العينين اللي بتيجي الكنيسة دي وتبص على الأيقونات وعلى الشهداء والقديسين ونشوفهم ونشوف جسد الرب ودمه ونشوف ونشوف ونشوف، يا بتشوف السماء، بتشوف السماء كلها. معقول وانت جوه الكنيسة شايف السماء وتطلع بره هتشوف حاجة تاني؟ معقول هشغل عينيا تشوف حاجة تاني غير اللي انا كنت شايفه من شوية؟ اللي كنت شايفه جوه الكنيسة ده كله، ده أنا كنت شايف السماء كلها وشايف القديسين والشهداء وشايف رب المجد وهو موجود على المسبح. إيه ده؟ إيه كله ده يا رب؟ ما هي دي الحياة اللي أنت بتشوفها باستمرار، وهو ده الوضع اللي أنت عايش فيه. إذا كان ربنا موجود جوه حياتك هتطلع بره تبص على إيه بعد كده؟ هي في حاجة في الدنيا تبص عليها بعد العز والهنا اللي احنا شايفينه ونتمتع بيه في رؤية ربنا وشهداء وقديسيه والجمال ربنا وضعه لينا؟ احنا بنعيش السماء واحنا على الأرض. معقول عيني ما تعيش في الوضع ده على طول؟ عشان كده الموقف صعب، راح رد على طول السيد وقال خلاص العين الشريرة خلاص هتضيع الجسد ده كله، العتمة تخش، ودم العتمة دخلت. شوفوا بقى وضع الإنسان ده
يبقى شكله ايه؟ حاسة اللمس، الايد اللي بتتحرك دي. افتكروا كده مثلا واحد يحرك صباعه ولا يحرك ايده، انتوا المنظر العام ان صوابعك بتتحرك، لكن الحركة دي مش جاية من بره، مش من الشكل، من بره. ان اعمل حركة الايد دي، لا، ده موضوع من جوه، ده جوه في عقل، في عضلات، وفي مسارات تمشي فيها الأعصاب. كل دول بيشتغلوا عشان يعملوا حركة في صباع واحد. العملية أساسا داخلية، العملية مش بره. حركة الإيد دي اللي تعبر عن كده، الإيد اللي تتمد بهدوء لعمل الخير، والإيد اللي تمد تضرب، والإيد اللي تمد تعمل، والإيد اللي تسرق، والإيد كل دوة ربنا فصل بينه. عشان كده نسمع يوحنا في رسالته يقول: الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. وانت حبيبي بتلمس ايه بايدك؟ ايدك بتلمس ايه؟ بتستخدمها في ايه؟ ايدك بتلمس ايه، الخير ولا بتلمس الشر؟ ده يقول كده زي ما قالت عروس النشيد: وجدت من تحبه نفسي، امسكته ولم ارخه. بتستخدم ايدك انك تثبت في ربنا، ما تسيبوش ابدا مهما تكون قساوه الحياه، مهما تكون الظروف اللي انت بتمر بيها، ماسك ومثبت في ربنا ولا لا؟ ولا انسان متقلب ايدك بترتخي، وايدك تمسك اي حاجه ملهاش لازمه؟ ايدك بتستخدمها في ايه؟ عينك بتستخدمها في ايه؟ ودانك بتستخدمها في ايه؟ يا ريت اخد بالي. ويا ريت النهارده بنعمه من ربنا ان كل واحد اللي عايز يتوب، واللي عايز يصوم صح وتتقبل اصوامه وصلواته، يعدي النهارده كده على الاجهزه بتاعته كلها من جوه، يعدي على الاجهزه كلها من جوه، جهاز جهاز، ويعمل فحص دقيق، وياخد باله القعده هيكون موجود فيها المسيح بنفسه، هيكون موجود فيها بنفسه، وهيدي تقرير، وهيشوف كل واحد فينا، يلاقي شويه حلوين قوي قوي، ويلاقي شويه نص نص، ويلاقي شويه صعب قوي. الله، هو اللي فند بينهم، هو اللي قسم بينهم، ده بيحب الكل، لا، ده هم اللي قسموا نفسهم. هو كل واحد بيحط الخانة اللي عايز يحط نفسه فيها. في واحد نفسه بيحط الخانة بتاعت عمق محبة الله، واحد بيحط نفسه في خانة الاختلاط بين محبة الله والعالم، واحد بيحط نفسه في خانة عداوة الله. ودول كلهم بشر موجودين، وكله بيتحرك، وكله بيروح ويجي، وكله بيتكلم، وكله بيشتغل، وكله رايح، وكله جاي، وكله بيجي الكنيسة، وكله موجود. لكن أنا محطوط فيني درجة من دول؟ الفواصل اللي في حياتي موجودة ولا لأ؟ يا ريت النهاردة نعدي على دواخلنا كويس وبسرعة عشان وقتنا. الفصلين الأخرانيين، احنا فصلنا في الخليقة، ربنا فصل، وفصل في كل ما في الإنسان، وفي فصل بين السماء والأرض. الأرض اللي مزهزهة دي باطلة وزائلة، وكل العناصر اللي فيها ستحترق، يبقى ايش الدنيا فيها؟ ما هو اللي فيها كله ده هيحترق وهيتلاشى،
طب والسماء؟ السماء دائمة وبقية. الأرض تعب ومشقة، بعرق جبينك تأكل خبزك. طب والسماء تبقى زي الأرض كده؟ لا، السماء في راحة، يستريحون من أتعابهم. الأرض في ألم وأنين، والسماء بهاء ومجد، بهاء ومجد. الأرض في جوع وعطش، السماء لا جوع ولا عطش ولا حر ولا برد. الله الله، فواصل واضحة زي الشمس، واضحة كل الوضوح. يا ترى هتمسك في الأرض ولا في السماء؟ يا ترى هتجاهد عشان تعمر في الأرض ولا هتجاهد عشان تعمر في السماء؟ عايز ايه بالظبط؟ وامتى يجي اليوم اللي هتفصل فيه بين الأرض والسماء؟ جوه حياتك، من جوه. ده رب، ده انا اتعلمت الدرس. الأرض فانية وباطلة وكلها آلام وأتعاب وشقاء وألم وأنين وجوع وعطش. لا لا لا، دي صورة صعبة قوي يا رب. طب يا سيدي، عندك الصورة الحلوة، ما تمسك في الصورة الحلوة، ما تمسك في السماء، ده هي اللي دايمالك، ده المكان اللي هترتاح فيه، ده المجد والعظمة اللي هتعيش فيها مع ربنا إلى أبد الآبدين. ولا هتجوع ولا تعطش ولا حر ولا برد ولا تقلبات جوية ولا ما فيش. تختار ايه يا حبيبي؟ هتفصل ولا تخليهم مع بعض؟ ما ينفعوش مع بعض. يا تختار الأرض يا تختار السماء. والأمر الرابع والأخير في الدينونة، يفصل الله بين الناس، بين أعمال الصالحين وأعمال الطارحين. وليخرج الجميع من القبور، الذين صنعوا الصالحات يقومون من أجل الحياة الأبدية، والذين صنعوا السيئات يقومون من أجل الدينونة الأبدية. في فصل. يا رب ده انت حنين، ما أنا شارح لك القصة من أولها، ده أنا من أول الخليقة وأنا بعلمك الدرس، من أول يوم في الخليقة وأنا بعلمك الدرس. تفصل الأمور من بعضها، تبقى إنسان واضح داخليا قدامي، تاخد بالك من حياتك وتفهم إن في أرض وفي سماء، وتفهم إن في أبدية وفي دينونة. ولازم تفصل بين الأعمال الصالحة والأعمال غير صالحة. ما تقربش جنب أي عمل غير صالح، ده هيضيع حياتك كلها. حتى ربنا راح فصل بين الأماكن. إيه يا رب؟ الناس اللي أعمالهم غير صالحة توديهم فين؟ الجحيم. طب والناس اللي فصلوا في حياتهم، مهتموا بحياتهم وعاشوا في البر والقداسة، يخشوا الفردوس، يخشوا الفردوس. وهتعمل ايه تاني يا رب؟ ودول بقى يروحوا جهنم، ودول يخشوا الملكوت. عشان كده الله سيرسل الله ملائكته ليجمعون البشرية من جهات الأرض الأربعة، يفرزون الأشرار ويجمعونهم ويطرحونهم على الشمال في النار المتقدة والدود الذي لا يموت، ويجمعون الأبرار ويدخلونهم اليمين حيث يملكون ويرثون ملكوت الله إلى الأبد. ربنا هيعمل كده، ربنا هيعمل كده. ما هوش معقول يتساوى إنسان اللي عايش كده في تسيب والإنسان اللي بيجاهد. الإنسان اللي بيدور على حياته مع ربنا والإنسان اللي مهمل في حياته، ما ينفعش يتحطوا قدام بعض، ما ينفعش دول يتساووا ببعض. فأنت مخلوق بحرية وإرادة، ربنا ما حرمكش منهم. بيقول لك النهاردة حدد اتجاهك وحدد هدفك، أنت عايز إيه بالظبط؟ الأرض ولا السماء؟ عايز يوم الدينونة توصل فين؟ لا رب، أنا عايز نفسي أخش السماء.
طب اعمل الأعمال تتناسب مع السماء، عيش في الحياة معايا عشان تقدر توصل بيا ومن خلال السماء. ما تستخفش بحياتك، ما تاخدش الأمور كده بعشوائية. ما ينفعش، ما ينفعش. اوعى تتوب كده كلمتين تطيب بيهم خاطر ربنا، ما ينفعش، ما ينفعش. ده ربنا عايز وضوح في حياتنا والترتيب الإلهي الفريسي والعشار. بقى ممكن نبقى زي اللي بنصوم بنصلي عملنا سوينا، يا سلام، وكل واحد مبسوط بنفسه، والتاني العشار عرف حقيقة نفسه وكان واضح قدام ربنا، عرف قدر نفسه انه خاطي، اللهم ارحمني انا الخاطي. ده نزل مبررا دون ذاك، ده في سكة وده في سكة. اللي يفهم نفسه بوضوح وحياته الداخلية ويفصل الأمور من بعضها ويلتفت لحياته، هنيئا له. هو ده يوم التوبة، هو ده يوم القبول، هو ده اليوم اللي يفرح فيه ربنا أن أكون صادق قدامه وأفصل بين كل حاجة وحشة كل شيء صالح، أفصل بين العالم وبين ربنا. خلي ربنا يملك على قلبك وعلى حياتك، خليك مشغولة بربنا باستمرار، خلي فكرك وقلبك ومشاعرك كلها بربنا، وثق ان انت هتوصل من الرحلة هنا من الارض هتوصل للسماء. ربنا يقبلنا ويرحمنا ويخلصنا، له كل اكرام ومجد الان الابد، امين. نشكر ربنا على الفرصة الجميلة دي ان والكلمة الجميلة اللي سمعناها من أبونا إيليا. ربنا يعوض تعبه ويبارك خدمته باستمرار. إن شاء الله بكرة زي ما قلنا في قداسين كان معتاد الصبح، بس القداس الإنجليزي هيبقى بدري شوية من 8 إلى 10 علشان خاطر ولادنا يلحقوا بسرعة يشاركوا في الاحتفال بتاع المهرجان واللي هيكون في مريم مرقص بكرة. بكرة مساء إن شاء الله في نهضة العهد رح يبقى معانا أبونا الحبيب أبونا سربامون رياض من الفيوم، والعشية بتبتدي من الساعة 7 كالمعتاد ومعها التمجيد والدورة وبعد كده العزة، والجدول موجود معنا. كل سنة وانتم طيبين. هنبتدي دلوقتي نصلي مع بعض صلاة نص الليل والتسبيحة للي يحب، ومن يريد أن يمضي فليمضي بسلام، سلام الرب يكون معه.